بقاء لله يا مدام نادين. عابد بيه تيمور كان من اقرب الناس لقلبي. عماد بيه يقول لك العلاقه بينا كان شكلها ايه؟ ايوه طبعا يا استاذ شريف انا عارفه، عابد نفسه كان بيحكي لي عنك كتير جدا. حقيقه موت عابد بيه الله يرحمه كان صدمه كبيره لينا كلنا. محدش كان يصدق ابدا انه كيان عظيم زي عابد تيمور ممكن يفكر في الانتحار. والله انا نفسي اتفاجئت. لو ان اخر مره شفته في فيلة السخنه ما كانتش حالته كويسه ابدا. دي حقيقه. طيب دلوقتي بالنسبه للاجراءات، حضرتك عارف طبعا انه عابد سايب وراه كتير جدا، وانا بصراحه خايفه يعني اللي بناه في سنين يضيع كده على الفاضي. يعني كمان انا كنت عايزه اعرف بالنسبه لاجراءات استلامي الورثي ايه؟ طبعا احنا هنعمل اعلام وراثه، بس دي بتاخد وقت، بس ده لازم. وبعد كده هنشوف التركه هتتوزع ازاي. مظبوط مظبوط، بس نفسك معانا والنبي شويه شريف بيه. احنا كده كده مكملين مع بعض. احنا عاوزين نعمل حصر شامل بممتلكات عابد تيمور ونشوف مين من قرايبه ممكن يكون داخل في الورث، فاهمني طبعا. مفهوم مفهوم. سيبولي بس يومين ثلاثه كده اسال على موضوع اهله ده. وكده كده اعلام الورثه هيعرفنا كل الورثه والانصبه بتاعتهم قد ايه. وهتابعكم بالتليفون ان شاء الله. متشكره جدا جدا يا استاذ شريف. العفو يا مدام نادين، والبقاء لله. ونعم بالله. عن اذن حضرتك. تفضلي. الله يرحمك يا عابد بيه. انا مش فاهم يا عابد بيه، هو سعادتك تقصد ايه؟ زي ما سمعت بالظبط، كل املاك، كل ما اللي بلاه في البنوك عاوزه يروح الغزل بعد موتي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.